حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، اليوم نعيش مع النصيحة التاسعة في سلسلة أهم 30 نصيحة للبدء بحفظ القرآن. والحقيقة هذه النصائح أيها الأحبة أحببت أن أوصل من خلالها تجربتي مع القرآن العظيم، قصتي مع القرآن، فكل واحد لديه تجربة سبحان الله. وأنا حقيقة ربما بالمصادفة ولا مصادفة في ملك الله سبحانه وتعالى اكتشفت أن هناك طريقة سهلة جدا لحفظ القرآن من خلال الاستماع، طريقة غير تقليدية تعتمد على استماع القرآن باستمرار، ولكن ليس استماع عشوائي أيها الأحبة. يعني أنا اليوم كنت مع شخص يختم القرآن كل أسبوع مرة على مدى 30 عاما، وعندما جاء ليقرأ آية أخطأ فيها. إذن ماذا استفاد من ختم القرآن مئات بل آلاف المرات؟ الحقيقة أيها الأحبة، القرآن لم ينزله الله سبحانه وتعالى لنقرأه كالببغاء، لا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ينبغي علينا أن نتدبر. الطريقة التي وجدتها حقيقة طريقة رائعة أن تقوم بالاستماع لسورة محددة أنت تحبها، ليس من الضروري أن تقوم بترتيب عملية الحفظ، أنت السورة التي تحبها تضعها على موبايل، على الفلاشة، على الكمبيوتر، أي وسيلة إلكترونية متاحة أمامك، وتكرر الاستماع إليها أثناء النوم، في النهار، مع الطعام، وأنت في السيارة، في كل الظروف يمكن أن تكرر الاستماع لسورة معينة. يعني مثال على ذلك، إنسان يحب سورة ياسين، سورة ياسين كحد أقصى ربع ساعة مدتها، كحد أقصى يعني. تصور أنت إذا نمت 7 ساعات، كم مرة تكون قد استمعت لهذه السورة إذا شغلت هذه السورة وتركتها تتكرر في بمشغل الموبايل مثلا وأنت نائم، ولكن أبعد الموبايل عنك حدود 2 متر لتتجنب الضرر الناتج عن الموجات الكهرطيسية. 7 × 4، كل ساعة تسمعها 4 مرات، قلنا سورة ياسين ربع ساعة تقريبا كمصحف مرتل، ربع ساعة. إذا استمعت إليها 7 ساعات، يعني بمعدل كل ساعة 4 مرات، يعني تكون قد استمعت إليها 28 مرة. على مدى 10 أيام تكون قد استمعت إليها 28 × 10، 280 مرة. تصور هذا العدد الكبير. دماغك هنا كل يوم يقوم بتخزين المعلومات، كل يوم يخزن ويعالج ويخزن، تجد أن البرمجة دماغك اختلفت، حياتك اختلفت وأنت لا تشعر. اليوم أيها الأحبة سنتأمل معكم كيف تستثمر نظام الصيام، فترة الصيام كيف تستثمرها. حاول أن تستغل الفترة التي تكون فيها صائما في حفظ السورة التي كررت سماعها من قبل مئات المرات، لأن الصوم يزيد الطاقة الفعالة لديك وتستطيع أن تحفظ القرآن بسهولة. الشيء الثاني أيها الأحبة، الصيام له طاقة أحبتي في الله، الصيام له طاقة. الطاقة المتوافرة لديك تؤمن لك الإرادة الكافية، وهذا يعني أن شهر رمضان هو أنسب الأوقات للبدء بحفظ القرآن. لا تقل هناك صعوبات، أنا كبرت. الذاكرة ليس لها علاقة بالعمر أيها الأحبة، قد يكون عمرك 70 عاما، ما دام خلايا دماغك تعمل أنت تستطيع أن تحفظ، قضية سهلة جدا. لذلك أيها الأحبة، يعني أنا سأختم اليوم بطريقة حفظ الآيات من خلال تجزيء هذه السور إلى نصوص. كل سورة سبحان الله
هي مقسمة بشكل طبيعي، الله قسمها إلى نصوص، سنرى ذلك أيها الأحبة. أنا هنا لدي سورة البقرة، هذا النص يتحدث عن الكفار، إن الذين كفروا، هذا النص يتحدث عن المنافقين يخادعون الله والذين آمنوا، المنافق دائما يحاول أن يخدع. ثم هذا النص مثال في المنافقين، هو تابع لهذا النص، ولكن هذا تستطيع أن تحفظه كما هو. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، إلى قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير. إذن أنا لدي هنا نص ثاني، نص ثالث، نص رابع، خطاب للناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لعند فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الآن النص هنا أيضا نص آخر، نص فيه تحدي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. إذن أخي الحبيب، هذا المصحف موجود على الإنترنت، المصحف الملون المقسم لمواضيع، لا أعرف اسمه بالضبط، ولكن يمكن أن تبحث عنه عن طريق جوجل وتقوم بتحميله والاستفادة منه. هذه الطريقة أيها الأحبة مناسبة جدا للحفظ، يعني أنا الآن مثلا أريد أن أحفظ هذا النص آيتين فقط، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نص يتألف من آيتين، يمكن أن تحفظه بشكل منفرد، ثم تحفظ النص الثاني من آيتين، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا الآيتين، وتصلي ركعتين، تقرأ في كل ركعة بالنص الأول، ركعة الثانية النص الثاني، وتكرر هذا في أوقات الصلاة، الظهر، العصر، المغرب، صلاة السنن، النوافل، قيام الليل إلى آخره. هذا الأمر أيها الأحبة يجعلك أولا تستمتع، تتلذذ بهذا الكتاب العظيم، يجعلك تشعر بالنجاح، أنك أنجزت شيء، ويعطيك فرصة أن تتأمل هذه النصوص. يعني أنا عندما أقرأ هذا النص، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يذكرنا بنعمه، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فأستشعر عظمة عبادة الخالق عز وجل، لأنه أمرني بالعبادة وذكرني أنه هو الذي خلقني، كيف لا أعبده وهو الخالق سبحانه وتعالى. النص الثاني فيه تحدي للبشر جميعا، هذا يعطيني طمأنينة أنا كمؤمن أن هذا القرآن كلام الله. هل رأيتم في التاريخ كاتب أو مؤلف أو عبقري أو شاعر أو فيلسوف يتحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثل كتابه؟ لا يستطيع، عبثا، لأنه يعلم أن هناك من يتفوق عليه. لذلك هذا التحدي، لو كان النبي عليه الصلاة والسلام كما يدعي بعض الملحدين أنه يعني صنع دينا لنفسه، لا يستطيع أن يطلق مثل هذا التحدي، لأنه نشأ ضمن ما يسمى بالأرباب البلاغة، كانوا في زمانه اللغة العربية، كانوا هم أصحاب اللغة، يتحداهم بلغتهم، وهو ليس بشاعر ولا بمؤلف، وهو نبي أمي، وينجح هذا التحدي طيلة 1400 سنة. هذا يدل على أن هذا التحدي صادر من الله عز وجل وليس من بشر، وهذا إثبات يعطيني طمأنينة. فعملية الحفظ أيها الأحبة ليست مجرد حفظ،
بالعكس أنا أريد أن أحصل على الطمأنينة، أريد أن أحصل على يعني استقرار نفسي، أزيل الوساوس والشكوك وتصبح ثقتي أكبر بهذا الخالق العظيم. إن شاء الله في اللقاء القادم نتابع هذه النصائح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على حفظ كتابه الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.